ناس كثير تسأل على كمية البروتين اللي لازم ناخدوها باليوم، لكن بينسوا اللي الكمية هذه تختلف على حسب مصروفك اليومي الطاقي ولا حسب وزنك. القاعدة العامة اللي لازم ناخده ما بين 0.8 حتى 1.2 على كل كيلوغرام في الجسم يوميا. بالنسبة للرياضيين المداومة بياخذوا ما بين 1.2 حتى 1.8 جرام على كل كيلوغرام، وممكن تزيد إذا زاد مصروفنا الطاقي. بالنسبة للرياضيين اللي يروحوا للجمات يكون ما بين 1.6 حتى 1.7 جرام على كل كيلوغرام يوميا. بنلاحظوا اللي هو تقريبا ضعف الكمية اللي بياخذها الإنسان العادي. من هنا نشوفوا أهمية البروتين بالنسبة للرياضيين اللي يروحوا للجمات. شكرا جزيلا لاستماعكم، إن شاء الله بنشوفوكم في المواسم القادمة إن شاء الله.